السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في فقرة جديدة من برنامج إنجازات وطنية. وضيفنا لهذه الحلقة سعادة رجل الأعمال المهندس محمد موسى من مؤسسة الطالب للمواد الزراعية لاستيراد البذور وأيضا لبيع هذه البذور والأسمدة والعلاجات. سعادة رجل الأعمال مهندس محمد موسى، مساء الخير. مساء الورد. مهندس محمد، لو تحدثنا بالبداية نعرف السادة المشاهدين، وأنت أشهر من أن تعرف في هذا القطاع، عن البطاقة الشخصية وتاريخ ومكان الولادة، تفضل. أنا محمد موسى أحمد جمعة، مواليد 23/3/1986، طبعا مواليد عمان. نعم. مهندس محمد موسى، لو تحدثنا الآن عن تأسيس مؤسسة الطالب للمواد الزراعية. تأسست مؤسسة الطالب للمواد الزراعية سنة 2014. نعم. بداية كان الفرع الفعال في الغور، من 6 شهور فتحنا محل عمان. طبعا المحل المواد الزراعية بيع استيراد. نعم. يعني نعم. مهندس محمد، كم لو تحدثنا عن عدد الموظفين الموجودين في هذه المؤسسة؟ عدد الموظفين 4 موظفين. نعم. هل يوجد لديكم أعمال وافدة؟ لا. نعم. مهندس محمد، لو تحدثنا عن آلية العمل في هذه المؤسسة وأهم الخدمات التي تقدمونها. آلية العمل، بداية الإرشاد، إرشاد المزارعين، متابعة المحاصيل جميع ظروفها من أجل مكافحة الأمراض، مكافحة المبيدات، يعني لمساعدة المزارع بشكل عام لتخطي جميع الحواجز اللي تواجهه. نعم. مهندس محمد، لو تحدثنا عن تطور هذا القطاع في الأردن، ماذا تحدثنا في هذا الجانب؟ بالنسبة لتطور القطاع هذا يتطور بشكل سريع بصراحة، وفي تحديات كثيرة بتواجه المزارع وتواجه الشركات بشكل عام، فهمت علي؟ يعني بطول الحديث فيها. نعم. فهمت علي؟ وبس. نعم. مهندس محمد، عن طموحاتكم والرؤية المستقبلية لهذه المؤسسة. طموحاتنا بالنسبة للزراعة بشكل عام، أول شيء النظر للمزارع لأنه تواجهه تحديات كبيرة. نعم. والنظر بشكل عام يعني لحل هاي المشاكل بالنسبة للمزارعين. مهندس محمد موسى، لو تحدثنا الآن عن الطموحات والرؤية المستقبلية لمؤسسة الطالب للمواد الزراعية. بالنسبة للطموحات والرؤية المستقبلية، يعني نحن نتطلع إلى التقدم بشكل عام من خلال استيراد المواد واستيراد البذور لكي نقلل من التكاليف الموجهة على المزارع مباشرة، ويعني برضو تطور الفروع إن شاء الله. مهندس محمد موسى، لو تحدثنا الآن عن جانب المشكلات والعقبات التي تواجه هذا القطاع، تفضل. بالنسبة للمشكلات والعقبات التي تواجه هذا القطاع، هي مشكلات كثيرة. نعم. من أهمها نجاح المحصول في البداية، يعني لازم يكون المحصول ناجح بشكل عام. الشغلة الثانية التحصيل، احنا نظام بيعنا يختلف عن البيع العادي، احنا نبيع نظام الذمم، فالتحصيل بيواجهنا فيه صعوبة كبيرة، لأنه إذا ما نجحت المزرعة ما راح نستد مصارينا باختصار. نعم. مهندس محمد موسى، من أين جاءت هذه الشعبية العالية وأنتم تتمتعون بهذه الشعبية؟ من أين جاءت؟ أولا حسن المعاملة، ثانيا جودة البضاعة المباعة. نعم. ثالثا طريقة التعامل. نعم. يعني الجودة بالعمل بشكل عام. نعم. مهندس مهندس محمد موسى، بعيدا عن هذا الجانب، في ظل هذه الظروف الاقتصادية والسياسية والعربية، والحمد لله دائما على نعمة الأمن والأمان، حابين نوجه رسالة لهذه النعمة بظل جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني والأسرة الهاشمية، تفضل. نعم. أول شيء الحمد لله رب العالمين على نعمة الأمن والأمان، هي أكبر نعمة. يعني ما في حدا فينا بتحرك او بروح او بيجي الا بيكون مرتاح ومبسوط ومطمن على عياله، بيطلع على شغله مرتاح، وين بده يروح بروح. الحمد لله رب العالمين، الله يديمها علينا وديم جلاله سيدنا فوق روسنا. نعم. والحمد لله. مهندس محمد موسى، لو قدر لك ان تقابلت مع جلاله القائد الاعلى جلاله الملك عبد الله الثاني بن حسين، ماذا ستقول له في هذه الظروف؟ اول شيء بنقول له الحمد لله، والله يخلينا اياه ويقويه
والحمد لله رب العالمين. اكيد راح احكي له حكي كثير. الحمد لله رب العالمين، الله يخلينا اياه. احنا بنتشكرك. والان اعزائي المشاهدين معنا ايضا مدير المبيعات السيد احمد موسى من مؤسسه الطالب للمواد الزراعيه. مساء الخير سيدي. مساء الورد، ميت اهلا وسهلا. سيدي حابين ايضا نتحدث بجانب المشكلات والعقبات التي تواجه هذا القطاع. سيدي تفضل. ولا المشكلات اللي بتواجهنا احنا في هذا القطاع هي مشكلات كثيرة، كما قال اخي وصاحب الشركة المهندس محمد موسى. من ضمنها انه انا لازم ابيع المنتج اللي عندي. الان اسعار المنتجات اللي بتنزل عندي كأدوية وكأسمدة مرتفعة شوي عن بالسعر اللي يكون متقبلها المزارع. فالان لما يجي المزارع عندي ويأخذ هاي المواد الزراعية ويحطها عنده بالمزرعة، الآن راح تكون كلفتها عالية عليه. فإذا ما نجح المحصول عنده وكانت النتيجة ممتازة عنده، أنا راح يكون عندي صعوبات كبيرة بالتحصيل عنده. ليش؟ لأنه المزارع نفسه بيكون مدعوم من الحسبة. الحسبة هي اللي بتعطي الدعم. بدائيا بده يحصل الحسبة منه المبلغ المادي كامل، بعدها ممكن يتوجه إلى السداد للشركة الزراعية اللي دعمته في البذور أو الأسمدة أو المبيدات. ففي هذا الحكي بيؤدي للصعوبات اللي إحنا قاعدين بنواجهها. هاي هي أكبر مشكلة إحنا بنواجهها، اللي هو المزارع ما عم بيقدر يسدني لأنه ما في إنتاج، ما في طاقة إنتاجية عنده بالمزرعة اللي تعطيه الحجم إلى هائل للمبيعات اللي يقدر يسدني المبلغ. نحكي إحنا مدير مبيعات سيد أحمد، ما هي الحلول بوجهة نظرك؟ الحلول بوجهة نظري إنه يكون في دعم مباشر للمزارع. هلا المزارع يوم عنده المنتج سعره نازل تحت الأرض، تحت الكلفة الفعلية بدينار ممكن تكون المبيعات عنده للمنتج تاعه يوم في العالي. إحنا المشكلة إنه المواطن نفسه هو اللي بسبب هاي المشكلة. كيف بسببها المواطن؟ المواطن إذا ارتفعت سعر السلعة عليه ببلش يقول ارتفع سعر البندورة، ارتفع سعر الكوسة، ارتفع سعر الخيار. هذا الحكي بالدولة بتتوجه إلى محاولة عدم التصدير، بتنزل الأسعار مرة ثانية. المزارع ما راح يحصل الكلفة المادية الفعلية لا الزرعة تاعته، هون أنا بصير في صعوبة في التحصيل عندي مباشرة. سيد أحمد، حابين الآن نوجه رسالة لجيل المستقبل، الجيل الواعي، جيل الشباب، للحث على العمل وأيضا أن يبعدوا ثقافة العيب. حابين نوجه هذه الرسالة لهذا الجيل، تفضل. إحنا بنقول لكل الشباب النجاح بالعلم. العلم هو السلاح الأول والأخير الموجود اللي تقدر تحارب فيه. إحنا في الأيام هاي قدرنا نتخطى عقبات كبيرة، لكن اللي جاي الله يعينهم عليه. فتسلحوا بالتعليم، هو أساس النجاح رح يكون لكل شخص في المستقبل. العلم هو السلاح الوحيد. سيد أحمد، أيضا حابين نوجه رسالة في ظل هذه الظروف الاقتصادية والسياسية والعربية للسادة المشاهدين، تفضل. السادة المشاهدين بنقول لهم كل عام وانتم بخير بالأعياد اللي تمت علينا، وإن شاء الله أنها تكون سنة خير. وللمستقبل احنا بنتطلع بالامن والامان الموجود عندنا. هذا الحكي كله يعني بوجهنا ان نضل المسيره متقدمه، بنختلف عن اللي حوالينا احنا بكثير. نقول الحمد لله ونتطلع بنظره مستقبليه جيده. مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا يهزنا عزنا عزنا، غاية تشرف وراية ترفرف، غاية يا هنا